جسمه الاسانيد جبه يا ابو سعد يعني يعضد بعضها بعض. هذا لقولهم الولد ولد واقف عند الاشاره وخابرينه فقير الولد وابوه فقير مثله والفقر مو بعيب على قولتك انت تول دامها من الله ما جابها الله حياها الله. فتفاجئوا انه راكب سياره فارهه وواقف عند الاشاره. نزل الدريشه والولد ذا مع ابوه وحالتهم عاديه يعني متوسطه. سأله قال يا فلان ومنين جبت السياره هذه ما شاء الله؟ قال توفى البخيل. الظاهر انها قال كيف قال ما قال بوي لا تجي والله العظيم انها تجي. قال توفى البخيل قال ايه قال توفى البخيل وشرينا المواتره هذه من يوم لقينا عنده 100 مليون. ابوه هذا الثاني بخيل مثله. الابو الثاني الحين اللي مع ولده على موتر عاديه سمع الكلمه قال ولده دور قال وين؟ قال الوكاله قال ايش تبي الوكاله؟ صدق قال الحين اعلمك شو يقول يوم جاء الوكاله يطق اربع سيارات جديده. قال خل اخوانك يركبون وانا بركب. لا موت بكره تركبونها تقولوا البخيل اركبوا في اللغه. فاعتقد ان القصه هذه مطابقه للقصه هذه حتى لو اني مثلا بالعكس لا طاريها طيب زين كذا طالع يا اخي كثير من